مشاهد مباشر. كان أضواء يعني مدة ما بقاتش هنا بمدينة الجديدة، ولكن الآن انتم كتابعوا معنا كتشوفوا معنا هذه الأجواء الرائعة، الأجواء الجميلة جدا من هنا من مدينة الجديدة. فتحية عطرة نبعثها إليكم مشاهدينا، وانتم كتابعوا معنا على المباشر على قناتكم يعني قناة شوف تي في. هذه الأجواء الرائعة، الأجواء الجميلة من هنا من مدينة الجديدة. فمشاهدينا كما كتلاحظوا معنا متتبعينا، فمشاهدينا متتبعينا وانتم كتابعوا معنا هذا البث المباشر الحي والحصري على قناتكم قناة شوف تي في في هذه الأجواء الليلية المتميزة. مشاهدينا وانتم معنا على المباشر يعني كما كتلاحظوا. جو رائع مشاهدينا متتبعينا وانتم كتابعوا معنا يعني على المباشر على قناتكم قناة شوف تي في. جو متميز يعني كما كتلاحظوا الأضواء الكاشفة يعني رجعت هنا بشاطئ مدينة الجديدة، وانتم كتشوفوا يعني الشباب كيستمتعوا بهذه اللوحات الفنية الرائعة هنا بمدينة الجديدة. فأغلى التحايا كنبعثوها لكم مشاهدينا وانتم كتابعوا معنا على المباشر على قناتكم قناة شوف تي في. كما كتلاحظوا معنا كاين حتى الكراسي يعني اللي ما باغيش يلعب يعني. لا 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 كما كتلاحظوا متابعينا مشاهدينا يعني هذه كراسي هنا بشاطئ مدينة الجديدة، يعني حتى الناس اللي ما كيمارسوش الرياضة إلا بغاو يخرجوا هنا رفقة العائلات ديالهم رفقة الأسر ديالهم كما كتلاحظوا يعني كاين الكراسي في هاد الأضواء الكاشفة الجميلة، هاد الجو الرائع كتلاحظوا يعني العائلات كينزلوا في هاد اللحظات هنا إلى شاطئ مدينة الجديدة للاستمتاع والتمتع بالأجواء المتميزة. وانتم كتلاحظوا معنا يعني عدد من العائلات اللي نازلين إلى هنا إلى شاطئ مدينة الجديدة. فتحية عطرة نبعثها اليكم مشاهدينا متابعينا، وانتم كتشوفوا معنا هذه الاجواء الليليه المتميزه هنا بالشاطئ بشاطئ مدينه الجديده. فاغلى التحيه كنبعثها لكم وانتم يعني كتتبعوا معنا على المباشر وتشوفوا هذا الجو الجميل الرائع مشاهدينا متتبعينا من هنا من مدينه الجديده.
فتحية عطرة نبعثها إليكم وانتم كتابوا معنا يعني هذا الجو مباشرة من هنا من مدينة الجديدة. لكم منا أغلى التحايا مشاهدينا وانتم كتبوا معنا وكنعرفوا يعني شاطئ مدينة الجديدة فلاعبين كبار تخرجوا من هنا من هذا الشاطئ من هذا المكان يعني كما كتلاحظوا معنا كما كتبوا معنا فدائما نجوم فريق الدفاع الحسني الجديد تم اكتشافها هنا بهذا الشاطئ بهذا المكان المتميز المكان اللي كما كتلاحظوا يعني الليل ومع ذلك فالشباب المدينة كيمارسوا الرياضة ديالهم المفضلة كرة القدم ومن هنا كانت انطلاقة ديال مجموعة من نجوم فريق الدفاع الحسني الجديد نذكر على سبيل المثال بابا والشريف وغيرهم من اللاعبين اللي أعطوا الشيء الكثير لكرة القدم الوطنية فكانوا لاعبين متميزين لاعبين اللي حملوا قميص المنتخب الوطني المغربي فمن اللي كنتكلموا على شاطئ مدينة الجديدة ما يمكنش ما نتكلموش على الشريف على بابا على المعروفي على عز الدين أمان الله على رضا الرياحي على القديوي وغيرهم من اللاعبين يعني لائحة طويلة وطويلة جدا يعني ما يمكنش ما تذكرش هاد النجوم وهاد اللاعبين اللي تم اكتشافهم من هنا من شاطئ مدينة الجديدة فأغلى التحية كنبعثوها لكم مشاهدينا وانتم كتستمتعوا معنا يعني في هذا الليل امواج ديال البحر فبعد ما كان البحر هائج بالنهار وشنا الشباب اللي ما تمكنوش يمارسوا الرياضه ديالهم المفضله يلعبوا كره القدم كما كانوا معتادين فكتشوفوهم الان بالليل وهما كيمارسوا يعني الرياضه ديالهم المفضله كره القدم وكاين اللي مازال يعني كيتمشى بلاكورنيش وبالشاطئ فكما كتبوا معنا مشاهدينا احنا قلنا لكم يعني كاين حتى الكراسي حتى الاسر وحتى العائلات اللي بغاو يريحوا بالكراسي هنا للاستمتاع ايضا فيمكن لهم يريحوا وانتم كتشوفوا معنا مشاهدينا متابعينا يعني هذه الاجواء الجميله الاجواء رائعه جدا يعني كتشوفوا الشباب ديال المدينة الجديدة اللي كيحاولوا يستمتعوا ويتمتعوا بممارسة الرياضة ديالهم المفضلة اللي هي كرة القدم فتحية عطرة نبعثها إليكم مشاهدينا ومتابعينا وانتم يعني كتبوا معنا هذه الأجواء الجميلة الأجواء الرائعة من شاطئ مدينة الجديدة فتحية عطرة نبعثها إليكم وانتم كتشوفوا معنا هذه المشاهد الجميلة الرائعة المتميزة من هنا من مدينة الجديدة وبالضبط من شاطئ مدينة الجديدة مدينة الجديدة اللي عرف مساء هذا اليوم يعني غرق أحد الشباب اللي كان كيمارس كرة القدم ومشى من أجل السباحة ولكن كانت أمواج عاتية وبالتالي فهو غرق ولحد الساعة مازال مخرج مازال ما تمش انتشال هاد الشاب سواء ميت او حي يعني مازال ما خرجش وكانوا عناصر الوقايه المدنيه اللي داروا مجهودات كبيره ولكن بعد ما ما تمكنوش فهما غادروا ومشاو وغادي نشوفوا يعني الجهود اللي غادي يقوموا بها يوم غد ان شاء الله هنا بمدينه الجديده بعاصمه دكالة فتحية عطرة نبعثها إلى كل المشاهدين إلى كل المتابعين اللي كيتابعوا معنا على المباشر على قناتهم قناة شوف تيفي هذه الأجواء رائعة جدا هنا بشاطئ مدينة الجديدة وهما يعني كيتابعوا معنا يعني كتشوف حتى الأجواء يعني راه كورنيش كاين اللي كيتمشى كاين اللي كيتجول وانتوما يعني كتبعوا معنا على قناتكم قناة شوف تيفي هاد الاجواء المتميزه الاجواء يعني كما كتلاحظوا كاين اللي كيمارس الهوايه ديالو يعني كيجري كاين اللي كيلعب كره القدم يعني كتشوفوا هذا هو الشاطئ مدينه الجديده في هذه اللحظات في هذه الاثناء كتشوفوا يعني عدد من المواطنين اللي مازال يعني خارجين كيستمتعوا بهذه الاجواء
بهذه الأجواء المتميزة هنا على شاطئ مدينة الجديدة، أجواء أكثر من رائعة مشاهدينا. فكنا تكلمنا كثير من اللي كانت الإنارة منعدمة سواء بالشاطئ بلا كورنيش، وتكلمنا ونقلنا لكم يعني صور حية ومباشرة من الشاطئ من لا كورنيش. كان ظلام دامس وقلناها في الحين، اليوم بعد ما رجعت الحياة رجعت الأجواء كما كانت، فاحنا كنحاولوا نقلوا لكم الأجواء الجميلة الأجواء الرائعة من هنا من شاطئ مدينة الجديدة. كما كتابوا معنا على المباشر على قناتكم قناة شوف تيفي، شباب المدينة يمارسون الرياضة ديالهم المفضلة، يلعبون مقابلة في كرة القدم، مقابلة متميزة. وكما قلنا لكم يعني من هنا من شاطئ مدينة الجديدة كانت الانطلاقة ديال عدد من نجوم كرة القدم لاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدي، بداية بشريف بابا اللي ساهموا في فوز المنتخب الوطني بكأس إفريقيا 1976 وكأس اليتيمة، الكأس الوحيدة اللي فاز بها المنتخب الوطني المغربي. بالإضافة إلى ذلك هناك أسماء كبيرة كعز الدين أمال الله، محمد المعروفي اللي حمل قميص المنتخب الوطني في 70 بالمكسيك، رضا الرياحي، أسمار القديوي، وغيرهم من اللاعبين، قرناص، حدراف، يقداني، أيجورا، كبيهي، لائحة طويلة، فضلي، بوكري، دلال، يعني عدد كبير. احنا ما يعني خاص وقت كثير باش نذكر جميع الأسماء، جميع اللاعبين، وحتى فريق الدفاع الحسن الجديد يعني خمسة المرات اللاعبين ديالو فازوا بهداف البطولة الوطنية. نذكر من بينهم الشياضمي، وزير، الشطيني، وغيرهم من اللاعبين، شيشة أيضا، أسماء كبيرة مرت من هنا وكلها كانت البداية ديالها من شاطئ مدينة الجديدة، يعني من هنا كانت الانطلاقة، من هنا كانت البداية. وانتم كتشوفوا معنا وكتستمتعوا معنا بهذا الجو الرائع، الجو المتميز في هذا الليل، وانتم كتتبعوا معنا وكتشوفوا معنا على المباشر على قناتكم قناة شوف تيفي أبناء مدينة الجديدة. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا وهما كيستمتعوا بهذا الجو الجميل الرائع هنا بشاطئ مدينة الجديدة. فتحية عاطلة نبعثها إلى جميع المشاهدين، إلى جميع المتتبعين اللي كيتابعوا معنا على المباشر على قناتهم قناة شوف تيفي. يعني أجواء أكثر من رائعة، أجواء متميزة، وكما قلنا يعني من هنا كانت البداية لعدد من اللاعبين، عدد من النجوم، عدد من الأسماء اللي حملوا قميص الدفاع الحسني الجديدي، ومن بعد حملوا قميص المنتخب الوطني المغربي. فأغلى التحايا كنبعثوها لكم مشاهدينا وانتم كتتابعوا معنا هذا البث المباشر الحي والحصري على قناتكم قناة شوف تيفي في هذه الليلة، يعني في هذا الجو المتميز، الجو الرائع هنا بمدينة الجديدة. فأغلى التحايا كنبعثوها لكم مشاهدينا وانتم كتشوفوا معنا هذا الجو الجميل، الجو اللي كيغري يعني بممارسة كرة القدم، بممارسة يعني الأنشطة الرياضية هنا بشاطئ المدينة. فتحية إلى كل المشاهدين المتتبعين اللي كيتابعونا من مختلف مدن المملكة المغربية. شاطئ الجديدة يعني ساكنة الجديدة وشباب الجديدة ونساء الجديدة، شيوخ الجديدة عندهم ارتباط وثيق بالشاطئ، فما يمكنش يعني هذا هو المتنفس ديال الساكنة وديال المدينة الجديدة. كل يعني كيحضر إلى هنا إلى الشاطئ للاستمتاع بهذا الجو الرائع، الجو المتميز. وانتم كتشوفوا أمامنا يعني شباب كيتوفروا على إمكانية تقنية وبدنية جدا محترمة. فهنا كان يعني كيجي محمد معروف، مبارك به، بوكري، وغيرهم من المنقبين ديال الدفاع الحسني الجديدي اللي كانوا كيجيو ينقبوا على اللاعبين.
ودائما يعني كان لاعبين متميزين هنا بهذا الشاطئ واللي تم الانتقاء وتم الانتداب ديالهم، ومن بعد ما طوروا امكانياتهم ومن بعد ما تحسن مستواهم الى مستوى عالي جدا، فحملوا قميص المنتخب الوطني المغربي واحترفوا وعانقوا عالم الاحتراف. يعني من هنا كانت البدايه لعدد من الشباب، لعدد من اللاعبين الموهوبين. وانتم كتتابعوا معنا وكتشوفوا هنا دائما كيكونوا شباب اللي كيتوفروا على امكانيات جد محترمه سواء من الناحيه التقنيه او البدنيه. وكما قلنا لكم هذا هو الجو العام في هذه اللحظات هنا بمدينه الجديده. انتم كتتابعوا معنا على المباشر كتشوفوا يعني حتى الكراسي، وكتشوفوا العائلات والاسر اللي كيخرجوا بالليل للاستمتاع بهذا الجو الرائع، الجو المتميز مشاهدينا هنا بشاطئ مدينة الجديدة. أجواء رائعة جدا، أجواء متميزة. وانتم كتشوفوا يعني شوفوا الشباب فين كيمارسوا الرياضة ديالهم المفضلة. إذا هنا في هذه الأجواء الجميلة المتميزة، يعني قبل ما نودعكم مشاهدينا وانتم كتتابعوا معنا وكتشوفوا هذه اللوحات الفنية رائعة لعدد من الشباب اللي كيمارسوا الرياضة ديالهم المفضلة، فكتشوفونا يعني وانتم كتتابعونا مشاهدينا دائما التميز، دائما لاعبين من مستوى عالي مستوى جيد تم اكتشافهم هنا بمدينة الجديدة بعاصمة دفبالة. مشاهدينا احنا غادي نحاولوا نهيو هذا المباشر على امل اللقاء بكم ان شاء الله في مباشر اخر. فعجبنا الجو، عجبتنا الاجواء، وكما قلنا لكم يعني بعد لايف ديال شوف تيفي ملي كانت اجواء مظلمه وكان ظلام دامس كنا حاولنا نقربكم ونقلنا لكم الاجواء ديال الظلام. اليوم بعد ما رجعت الاناره والاضواء الكاشفه الى الشاطئ فحاولنا يعني ننقلها لكم في الحين. دائما هذه هي قناه شوف تيفي دائما سباقه دائما حاضره، نقلنا لكم الظلام والاجواء السيئه والاجواء اللي ما رضاتش الساكنه ديال المدينه الجديده. واليوم بعد ما رجعت الاضواء الكاشفه ورجعت الاناره فحاولنا يعني نقول لكم الاجواء الجميله والمتميزه. ف يعني بعد لايف شوف تيفي الاضواء الكاشفه تعود لشاطئ عاصمه دكالة. الشباب كما شفتوهم فرحانين ولاعبين المقابلات في كره القدم في هذه اللحظات في هذه الاثناء. ما بقى لنا الا نودعكم مشاهدينا متابعينا متابعي قناه شوف تيفي على امل اللقاء بكم ان شاء الله في مباشر اخر. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. نخليكم مع هذه الصور الجميله الرائعه. الى اللقاء مشاهدينا متتبعينا متابعي قناه شوف تيفي، دائما معكم في كل لحظه وفي جميع الاحوال والاجواء. الى اللقاء مشاهدينا، ونخليكم مع هذه الصور الاكثر من رائعه.